أستاذ حمزة رويجع، اليوم إسرائيل تعرف يعني سمعتها سيئة في الدول العربية، يعني برأيك اليوم العرب الذين يقرؤون ويتابعون هذا الخبر، إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية تعترف بمغربية الصحراء، برأيك هذا ألا يضر؟ أنت تقول أنه تحصيل حاصل وتأكيد المؤكد، لكن ألا يضر هذا الاعتراف بهذه هذا الملف بالنسبة للمغرب باعتبار أن إسرائيل هي دولة محتلة أصلا يعني؟ أبدا، اليوم هو يشكل ورقة ضغط مغربية عربية على دولة إسرائيل بطبيعة الحال، سواء في إقامة السلام، في إقامة علاقات دبلوماسية، في إقامة مؤتمر النقب، وهو الشيء الذي سارت عليه مختلف الدول العربية نظير الإمارات وكذلك البحرين وكذلك قطر ومصر. وبالتالي اليوم الدول العربية التي تسير في إطار تطبيع علاقاتها مع دولة إسرائيل هي تؤكد بالملموس على أنها تمتلك اليوم أوراق من أجل الضغط على إحلال السلم والسلام بالمنطقة العربية وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وكذلك إقامة حل الدولتين وفق حدود سنة 1967 وفق ما أقرته جامعة الأمم العربية في مختلف مؤتمراتها. الأكيد على أن قضية الصحراء المغربية وهي قضية وطنية تعتبر رقم واحد تحتل نفس المرتبة مع القضية الفلسطينية، وهو ما أكده وجهة الملك في إطار السياسة الخارجية، وما أكدته الدبلوماسية المغربية، وما أكدته مختلف الخطاب المغربية، وكذلك استقبال المغرب لمختلف الحركات التحريرية والحركات التي تنادي بحل الدولتين وكذلك بإقامة السلم والسلام على مستوى منطقة دولة فلسطين ودولة إسرائيل. هذا واقع يثبته الحال، أكيد على أن هنالك صراع واصطدامات مباشرة ومتتالية على مستوى التاريخ ومستمرة. اليوم يجب أن نتكلم بلغة الواقع، لا أن نتكلم بلغة العاطفة، لا أن نتكلم بلغة الخطابات الحركات الإسلامية التي أكل عليه الدهر والشريف، ولاحظنا كيف أن الربيع العربي تحول إلى خريف عربي، وأن هذه الحركات الإسلامية السياسية استغلت ملف القضية الفلسطينية وأبعدت الرأي العام العربي عن لغة الواقع. اليوم المغرب يتبنى لغة واقعية، لغة تنبني على ضرورة الحوار وضرورة التسامح والتعايش ما بين مختلف الأديان سواء كانت يهودية مسيحية وكذلك الإسلام، وتقبل الآخر بمختلف تغيراته واختلافاته، لا أن نفرض الرأي الآخر ونقول أن اليوم لا يجب أن تكون فقط دولة فلسطينية واحدة وأن تذهب إسرائيل إلى الزوال. هذا صراع إيديولوجي، صراع ديني، صراع له مجموعة من المواضيع ممكن أن نناقشها أو نترك هذا النقاش لأهل الاختصاص، لكن على مستوى العلوم السياسية، على مستوى العلاقات الدولية، اليوم المغرب يتبنى سياسة الواقع. اعتراف إسرائيل من عدم بمغرب الصحراء لا يغير شيء من أرض الواقع، كون أن الصحراء هي مغربية، والمغرب لم يسعى أبدا لأن يكسب لا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ولا اعتراف فرنسا ولا اعتراف أي دولة كما كانت. الأكيد على أن كيف لم يسعى والمغرب يعني وقع على اتفاقية ابراهام من خلال بعد اعتراف او قبل يعني ان تعترف الولايات المتحده الامريكيه، كان شرط التوقيع من هو يعني شرط اعتراف الولايات المتحده الامريكيه هو التوقيع على اتفاقيه ابراهام. نعم، النظاره التي ينظر منها المغرب لعلاقاته الدوليه والخارجيه تنطلق من قضيه الوحده الترابيه الوطنيه. كل مساس بالوحده الترابيه الوطنيه من شانها ان يغير العلاقات مع اي جهه كيفما كانت. أن تعترف بمغربية الصحراء وتعترف بالوحدة الترابية وأن لا تمس السيدة المغربية، فأهلا وسهلا بك مرحبا. هذا هي القاعدة اليوم. المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمن، المغرب اليوم يتعامل بمنطق الندية، بمنطق التعامل بالمثل بالمثل، بمنطق احترام السيادة. إذا كنت تحترم السيدة المغربية فأهلا وسهلا بك باستثماراتك، بعلاقاتك، بكل ما كل ما تسعى. أما إن كان لك رأي آخر أن تسعى إلى استغلال هذا الملف لابتزاز المغرب أو لكسب مكتسبات كيفما كانت انتخابية، خاصة ما نراه اليوم على مستوى الحراك الانتخابي، أحزاب صغيرة على مستوى إسبانيا تسعى إلى استغلال هذا الملف وتسيء لرموز الدولة ولرمز الدولة ولرئيس الدولة من خلال صور تعبيرية مسيئة مشينة، تكسب وتثبت على أن تلك الجهات لا تفقه شيئا في العلاقات الدولية، لا تفقه في حسن الجوار، فقط تسعى إلى سعي مكاسب انتخابية من أجل احتلال مراتب سياسية على مستوى النفوذ ديالها ونفوذها الانتخابي. والشاهد أن القرار يبقى قرارا إسبانيا، ولكن الأكيد على أن مهما ومن نجح في انتخابات إسبانيا القادمة سيقبل لغة الواقع
في علاقته مع المملكة المغربية، في حماية حدوده على مستوى الهجرة، في مسألة التعاون الأمني، في مكافحة الإرهاب، في تعزيز التعاون الاقتصادي الفلاحي ماذا وغيرها عن من الأمور. سبتهم ليليا؟ سبتهم ليليا، ألا تتحدث عن سبتهم ليليا؟ المغربية اليوم هي تقتل مكانة راقية، مكانة مرموقة، إن طيب على ماذا عن المستوى سبتهم السياسي ليليا؟ تحدث عن سبتهم ليليا. رجاء يا طالب إن رجاء. على المستوى الرياضي. المغرب اليوم يحسن الرتبة الرابعة على مستوى الفيفا، اليوم المغرب يحسن عضوية الكاف وعضوية الفيفا. طيب المغرب اليوم هو مكان لاستقطاب استثمارات وبوابة لإفريقيا، شاء من شاء وكره من كره. المغرب اشتغل على نفسه، استقام بالمصالحة مع ماضيه الأسوأ، مع ماضيه الأسود، مع ماضي درب بني شريف وتزمامارت وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، تصالح معها واعترف بأخطائه، واليوم يسير ممتاز. باتجاه بارغما، باتجاه إلى الأمام، باتجاه برؤية مستقبلية تكون فيها الكلمة الحق للمملكة المغربية الشريفة، من مكان يكون نموذجا للديمقراطية ممتاز ولحرية التعبير والرأي للجميع. ممتاز، هذا هو المغرب اليوم. وصلت الفكرة. خلي يتفاعل معك يا حمزة أستاذ.